خليني أقول لك حقيقة، هو أننا من الصعب نكون إيجابيين وسعيدين 24 ساعة. حتى المدربين والمشاهير اللي نشوفهم على وسائل التواصل الاجتماعي يمرون بلحظات ضعف وغضب وحزن، ولكن لا تظهر لك، لذلك لست وحدك. بس السؤال، كيف أقدر أمشي حياتي وأيامي إذا مريت بمشاعر منخفضة؟ كيف ما أخليها تأثر على يومي؟ خذ نفس عميق وخلينا نفصل أكثر في هذا الموضوع. أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة من بودكاست نفس، معكم سماح العثمان، مدربة في السلام الداخلي ومدربة تقنيات العلاج في مجال الفكرة. موضوعنا اليوم جديد، مو الكثير تكلم عن هذا المصطلح، لذلك حابة أناقشه معكم. بس قبل ما نبدأ، إذا أعجبك المحتوى اللي أقدمه وحاب أنك تدعمني، أترك لي تعليق أسفل هذه الحلقة، ولا تنسى تقيم البرنامج بخمس نجوم حتى تشجعني أني أستمر. المرونة النفسية، أو ما يسمى بالسيكولوجيكال ريزيلينس، يمكن أول مرة تسمع عن هذا المصطلح، ويمكن سبق وسمعته، وهي عبارة عن القدرة على أنك ترجع لوضع مشاعرك الطبيعي المتزن بعد حدث سلبي حصل لك غير مزاجك ومشاعرك. يعني مثلا خلال اليوم مشاعرك جيدة ومبسوط ومروق، أمورك تمام، فجأة يجيك اتصال أو رسالة من موضوع يتعلق بشغلك مثلا، هذا الموضوع يضايقك ويخليك تعصب. طيب، هل راح تعيش هذا الغضب لفترة قصيرة بعد المكالمة وبعدين تكمل يومك، ولا خلاص لا كل اليوم يخرب بسبب هذه المكالمة؟ من مزايا المرونة النفسية أنها تجعل منك شخص أكثر روقان، أكثر هدوء، وهذا الشيء أحيانا يكون موجود عندنا بالفطرة. في أكثر من شخص في حياتي ما شاء الله تبارك الله يتميزون بهذه المهارة، تقول لك أنا ما أقدر أزعل كل اليوم، أنا واحدة فرفوشة أحب أنبسط، أو تقول يجيني اكتئاب لو أزعل كل الوقت، لازم أطلع من هذا المود. المرونة النفسية هي عبارة عن مهارة، وأقدر أشبهها لك بالعضلة. كل ما تمرنت أكثر كل ما كبرت هذه العضلة، بالتالي كل ما تدربت أكثر على هذه المهارة كل ما كنت محترف فيها. طيب، هل أنا مرن نفسيا؟ هذا السؤال تعتمد إجابته بشكل كبير على ردود أفعالك تجاه أحداث حياتك. كيف تتفاعل مع الأحداث المزعجة في يومك؟ كل ما كنت أكثر هدوء واتزان وتسليم، كل ما كنت أكثر مرونة. وترى هنا أنا ما أقصد الهدوء والكتمان، لا، لأن في كثير ناس تحسب أني إذا سكت عن المشاعر اللي فيني وكتمتها يعني أوكي، يعني أنا بطل. لا 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 لا، خطأ، لأنك بهذه الطريقة تراكمها في داخلك ورح يجي يوم وتنفجر. والمقصود هنا هو أنك تتقبل المشاعر الموجودة عندك، تعيشها، بس تحاول أنك تخرج منها بدون ما تطول. طيب، ليش المرونة النفسية؟ ليش هذه المهارة لازم أني أنا أتعلمها؟ كثير أشخاص لما يدخلون عالم الوعي ويبدؤون يستوعبون مشاعرهم ويكونون أكثر مراقبة لها، يسمعون كلمة مشاعر سلبية أو طاقة سلبية بشكل جدا كبير، ممكن في الدورات، في الكتب، مع المدربين، في كل مكان، فيتعلم كيف يتخلص من مشاعر الماضي المزعجة، وخلينا نقول بنسبة 60%، وطبعا هذا يعتمد على تطبيقك أكيد، ولكن ماذا بعد ذلك؟ يتفاجأ الشخص بفكرة أو شعور جديد من موقف ويلازم هذا الشعور، وهنا يقع الكثير في الفخ. تعلم كيف يتخلص من الماضي، بس ما تعلم مهارة التعامل مع الوضع الحالي، وممكن هنا يصاب الشخص بالإحباط. كيف كذا؟ وأنا قرأت الكتب واشتركت في الدورات وأكيد أني أنا ما استفدت وما أحس أني أنا مرتاح، وممكن يقاوم هذه الفكرة السلبية ويكتمها بحجة أنها بتخلص منها، ولكن للأسف إيش يصير؟ تزيد، لأن كل شيء نركز عليه ونقاوم وجوده يزداد ويكثر. وهنا يجي دور المرونة النفسية، وهي قدرتك أنك تخرج من هذه الدوامة وترجع لحالة الاتزان، بس بنفس الوقت تلقى حل لمشكلتك، يعني ما تهرب. وأبسط طريقة أقدر أساعدك فيها أنك تدرب نفسك على المرونة النفسية هي أنك تسأل نفسك سؤالين لما يجيك أي شعور سلبي. 1، من وين جاي هذا الشعور؟ 2، إيش هي الرسالة منه؟ وليش لازم أسوي؟ على سبيل المثال،
لو أثناء يومك دخلت في نقاش مع أحد الزملاء وانتقد صفة فيك، الموضوع ممكن يضايق، ولكن تلقى نفسك تأثرت بشكل جدا كبير وزعلت وتغير مزاجك خلال كل اليوم. طيب هنا أسأل نفسك، أنا ليش اتضايقت لهذه الدرجة؟ إيش الشيء اللي تحرك بداخلي خلى ردة فعلي قوية لهذه الدرجة؟ قد تكون مثلا أنك أنت تعرضت للتنمر في طفولتك فخلتك حساس أكثر لهذا الموضوع، أو ممكن عندك صدمة سابقة عن هذا الموضوع اللي صار. السؤال هذا راح يساعدك تخرج من الحالة السلبية وتكون في دور المراقب، وبعدها تبدأ تفكر إيش لازم أسوي وإيش لازم أتعلم من هذا الشعور. ممكن تتعلم أنه هذه الصدمة لا زالت في داخلك ولا زالت مأثرة عليك، فبالتالي أنت تحتاج أنك تتخلص منها. وأيضا ممكن تعلمك أنك تضع حدود أكثر في علاقاتك. فالحكمة من هالسؤالين هي أنها تخرجك من دائرة الشخص اللي يعيش الفكرة السلبية إلى الشخص المراقب لها، وبالتالي في هذا الوضع تقدر تدور لك على حل. طيب كيف أقدر أطور هذه المهارة عندي؟ يعرف البروفيسور ستيفن هايلز المرونة النفسية، وهو يعتبر المطور والمشارك لعلاج القبول والالتزام The Co-Developer of Acceptance and Commitment Therapy، على أنها القدرة على الاتصال بالخبرة في الوقت الحاضر بشكل كامل وبدون دفاع. خليني أشاركك 5 خطوات عملية تساعدك في تطوير هذه المهارة عندك. 1. اتصل باللحظة الحالية، وهذه المرحلة تقدر توصل لها أيضا بالتدريب. حاول أنك تطبق التأمل يوميا ولو على الأقل فترات قصيرة، خلينا نقول 5 دقائق في اليوم. 2. راقب اتجاه تفكيرك، لما تجيك فكرة استوقفها وشوف هي رايحة بأي اتجاه. 3. اقبل التجارب الجديدة، بمعنى أنك تخرج من دائرة الراحة اللي دائما تعطيك شعور بالأمان والهدوء. جرب أشياء جديدة حتى تمرن عضلة المرونة النفسية عندك. 4. حدد قيمك وأولوياتك في الحياة. 5. درب نفسك على السؤالين السابقين اللي ذكرتهم. ولو حاب تقيس المرونة النفسية عندك، وضعت لك في وصف الحلقة اليوم ملف يحتوي على اختبار بسيط يقدم في بعض الجامعات والمؤسسات الأجنبية، ترجمته وعملته كتمرين يقيس المرونة عندك. بإمكانك الدخول على الرابط وأخذ هذا الاختبار. وفي الختام خلونا نسأل الله سبحانه يساعدنا نكون أقوياء ولكن لينين، مرنين، سهلين التعامل مع أنفسنا ومع مشاعرنا، أكثر وعي وأكثر إدراك لكل شعور نمر فيه، وأكثر قبول ومحبة لكل مرحلة جيدة وغير جيدة في حياتنا. وقبل ما أختم أحب أشاركك حكمة جدا جميلة لنجيب محفوظ يقول فيها: لا تجمد نفسك في نمط، النمطية مفيدة ولكن المرونة خير وأبقى. ألقاكم في الحلقة القادمة اللي عنوانها برمجات الزواج. في أمان الله.